أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عومهم هذا، وإن خفتم عليكم فسوف يقيكم الله من فضله إن شاء. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الخزية والصاغرة. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذ